للشيخ العلام الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي. يعني هذا الإيجاز حقيقة وإحنا استفدنا كثير. خلي المايك يا شيخ، نستأذنك أنه يكون هناك شيء من المداخلات والتساؤلات حول يعني حول هذا الموضوع إذا سمحت لنا. يعني وجهة نظري قلتها، وأحسب أن ذلك ينبغي أن يكون كذلك إن شاء الله. هو أن هذا المجلس المبارك بارك الله فيه وزاده الله من فضله يحتاج إلى وقت وصحة، وليس لصاحب السبعين الذي لم يستريح قط ولم يأخذ حظه من النوم الكافي حتى في الليلة الماضية، ولا طاقة الساعات غير موجودة. فما يعني كيف يعني؟ لا أنا ما عندي علم بهذا الذي نحن سنفتح المجال إذا سمحت لنا، بس ريثما هو مفتوح يجهز العشاء إن شاء الله. لا نحن نستأذنك لأن أنت صاحب المجلس وصاحب الفضل بعد الله. استغفر الله. أنتم أصحاب المجلس وأنتم أصحاب الفضل. أنا عابر سبيل. ونحن كلنا سنعبر معك شيخنا. إذا إلى المغرب إن شاء الله. إن شاء الله. الإخوة إذا أحد عنده مداخلة أشياء تفضل. أرحم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ابنكم مصطفى ابن محمد يسلم الجكني، أدرس في جامعة الطيبة في قسم الحديث الشريف. في الجكني شنقيطي يعني كذلك. نعم ملتان. طيب. لكن ولدت في مكة وأعيش فيها. أنا أسميها شنقيط، لا أسميها موريتانيا. نحن لا نعرف موريتانيا. لا مشاحة في الاصطلاح. لا بل المشاحة كلها في الاصطلاح. بارك الله فيكم شيخنا. معذرة. لا بأس. كان يعني يجول في خاطري تساؤل فيما ذكرتم من مسألة توثيق المصطلحات، و كون النصوص كانت شحيحة في عصر المرحلة الأولى، فلا بد أن هذه المشكلة لا شك أنها واجهتكم، ولا أدري كيف عالجتموها، فلذلك أنا أتساءل عنها. كون المصطلح نشأ في أو وجد في نص في مرحلة معينة، كيف يمكن الجزم بأن هذا المصطلح نشأ في هذه المرحلة؟ هل فقط انعدام وجوده في المراحل التي قبله يكون يعني دليلا على أنه نشأ في هذه المرحلة، أو يكون هناك مرجحات أخرى يعني تفيدنا بهذا؟ جزاكم الله خيرا. مرحبا. هو ليس قبله شيء. أنت تعرف أن اللغة العربية عرفت ناضجة، يعني بمعنى التطورات التي عرفتها قبل مجهولة، يبلغون بزمان يعني قرنين لدى القدماء كما في السل الجاحظ تدون نحو الخير. ولكن جاء الشعر الجاهلي في قمة الطنش. كيف حدث ذلك؟ وكيف تطورت اللغة إلى أن وصلت إلى ذلك المستوى، وحتى أصبحت يعني حتى أصبح العرب في قمة هذا البيان وتميزوا بالبيان، حتى تحداهم الله عز وجل بالبيان بالمعجزة البيانية. لكن نحن هذه الأحكام موضوعها النص، يعني النص هو الذي يحصر لك. ما عندك نصوص قبل ذلك؟ عندنا النصوص الجاهلية ليس قبلها، يعني جهل ما قبل الجاهلية يجعل الحكم يقتصر على زمن الجاهلية فما دون. يعني في الواقع ما الذي يعني الذي كل ذلك في تلك الفترة التي سبقت، يعني في الشعر الباقي النصوص الباقية، هذا كل ما هنالك. أما كيف أو منهج وكذا، هذا مسطر في كتاب مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين، قضايا ونماذج ونصوص. والقضايا هذه هي التي في الحقيقة يعني ربما قريبا سأدفع بها إلى
إلى السوق بجميع أشكال السوق. لأن في الحقيقة يعني أحس أن هذه ربع قرن مضى وحتى الساعة لم أرى إلا واحدا تقريبا اهتم بها لينقذها وقد فعل خيرا، هو الدكتور توفيق الزيدي من تونس. هذه القضايا في غاية الأهمية، هي على أبواب، هي كانت يمكن لمن تابع ذلك من الباحثين أن تفضي إلى ما يشبه علما خاصا بالمصطلح النقدي. قضية توثيق المصطلح النقدي، قضية طبيعة المصطلح النقدي، قضية أصول المصطلح النقدي، من أين جاء، من أين جاء وعلاقته بالبيئة إلى غير ذلك، تطور المصطلح النقدي وهكذا. كتاب موجود في طبعتين، يعني موجود الآن، هو قدم مصطلحات النقد العربي للشعراء الجاهليين والإسلاميين، قضايا ونماذج ونصوص. مهم في طبعة طبعت بالأردن، عالم الكتب الحديث، هذه طبعة كاملة في مجلد واحد كبير، وفيها أخرى طبعت في شريات القلم بباريس في جزئين، مصطلحات النقد العربي للشعراء الجاهليين والإسلاميين، قضايا ونماذج وحدها، والآخر سمي بنصوص المصطلح النقدي للشعراء الجاهليين والإسلاميين. حفظك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدكتور عبد الحميد النوري عبد الواحد، مرحبا، تونسي، مرحبا، وتابع لهيئة التدريس الموجودة في جامعة أم القرى، تخصص لغة نحو صرف. يعني جزاكم الله خير شيخ على هذه الإطلالة، وإن كان الكلام مختصرا وربما بقيت مسائل غامضة، إما أن تكون بعمد أو دون عمد، رب نتيجة ضيق الوقت، والعمد أفضل. لا نحكم على النوايا والله. يعني بإيجاز أقول الرحلة بدأت بالمصطلح النقدي في الأدب العربي أو في الشعر على وجه التحديد، وانتهى بآفاق واسعة جدا تتعلق بمشاريع وبمهام كبيرة جدا تتعلق بالأمة كما ذكرت بصفة عامة، وهذا شيء جيد حقيقة. نسيت أنا أقول كلمة لا بأس، كيقولوا قطعت من فمك بالعسل، كنقول عندنا هي أن مرحلة أخيرة هي مسألة المعجم التاريخي للغة العربية، وأيضا دخل على الخط بالضبط، والآن هو الآن بدأ وانطلق في 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 قطر منذ 3 سنوات بالضبط. هي في الحقيقة بنا في هذا الباب فيه مشروع قطر يعني قائم، فيه الذخيرة للشيخ الفاضل عبد الرحمن الحاج صالح في الجزائر، وفي مشاريعكم أيضا في المغرب. يعني لو يليت لو أن هذه المجهودات يعني تتضافر فيما بينها لنخرج من هذا التشتت. بقيوني الكلام يعني في قضية المصطلح، يعني حضرتكم أشرتم إلى 3 نقاط مهمة جدا أعتقد في قراءتي البسيطة. معضلة المصطلح في حد ذاته قائمة، والمجامع يعني ربما يعني تعيش هذا الأمر. المعضلة الثانية هي معضلة النص في حد ذاته، كيف نلجؤ إلى النص وكيف ندخل ونفهم هذا النص، وبالتالي كيف ندخل التراث بصفة عامة بكل أنواعه. المعضلة الثالثة تتعلق بالمنهج، يعني معضلة المنهج في حد ذاته كيف نقرأ المنهج، لكن كيف سؤالي أنا يعني حتى لا أطيل، يعني إذا ما أردنا أن نقرأ هذا المنهج ونقرأ هذه النصوص ونقرأ التراث بصفة عامة، ونجد يعني كيف أقول الأبواب المفتوحة للأمة في حضرتها وفي تطورها وفي مستقبلها أكثر من حاضرها وماضيها، يعني أقول لابد من منهج لقراءة هذا المنهج في حد ذاته. السؤال الكبير المحير الآن عند الفئة المثقفة وعند الأكاديميين وعند العلماء يعني بصفة عامة، يعني ما هي الطرق أو السبل أو الوسائل التي بها نتوخى للوصول إلى قراءة هذا التراث، يعني ما هو المنهج بتعبير آخر للوصول إلى الدخول إلى هذا التراث بصفة عامة. جاءت كلمة ظريفة في كلام حضرتكم، المفاتيح. نحن الآن أعتقد ما زلنا بحاجة إلى هذه المفاتيح، وإني فأقول يعني هذه المفاتيح، ولم أقرأ مع الأسف يعني لحضرتكم أي شيء، لكن يعني فيها أشياء يعني ربما بحاجة إلى التوضيح، ربما لا أعرفها يعني من خلال يعني هذا اللقاء البسيط أو هذا اللقاء المثمر. يعني
هل أن المناهج الحديثة الغربية الآن قد تكون وسيلة للوصول إلى بناء منهج عربي إسلامي؟ أم أنكم ترفضون تماما يعني هذه الاتجاهات الغربية والمدارس الغربية بشتى أصنافها؟ وشكرا لكم، السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. وفي الحقيقة السؤال مكتنز. مكتنز كخروف العيد. في جوانب متعددة. لأن هذه حقيقة على كل هي مشغلنا والله. نعم إن شاء الله. أولا بصفة عامة يعني أحسب أنه قد تجربة أفضت إلى ما يشبه ضربا من الاستقلال في الاستعمال المصطلحي، على الأقل ضرب من الخصوصية، هذا ما أقصد، ضرب من الخصوصية، كأن المصطلح ينبغي أن يفهم داخل يعني في المجال الذي يتحرك فيه. فهذا يجعل مثلا واحد نستعمل على سبيل المثال يعني النص وبهذه الساعة وبهذا الشكل بصفة عامة ليشمل التراث كله، يعني لا نتحدث عنه كما يتحدث عن النص وعن سياق النص إلى آخره. وكذلك أيضا في الأمر أيضا في مسألة المصطلح وكذلك في مسألة المنهج، لكن باختصار فيما أحسب أنني وعيته من أمر المنهج ومنهج الذي نحتاج أو قراءة المنهج إلى غير ذلك، كانت إشارة إلى أن في معضلة المنهج نقترح، وهي مكتوبة هذه الإشارة، هذا الأمر مكتوب في دليل المؤسسة الآن، هذه المعضلة الثلاث مكتوبة في الدليل، ما جبتش دليل ولا والو، شحال جبتو؟ قليل. على كل حال في الدليل يوجد ما يوضح أن هذا المنهج يعني لنحصل على المنهج الذي يصلح أن ندرس به نحن ذاتنا سابقا وحاضرا، ويصلح أن نواجه به ما يجد علينا، هذا المنهج نحتاج لكي نصل إليه، هو نتيجة كأنه إذا استعملت أربعة ألفاظ يحتاج هو أيضا في دراسته إلى استيعاب وتحليل وتعليل وتركيب. فهذا التركيب للمنهج المطلوب هو بعد المرور بما كان وما هو كائن، والمرور بما كان فيه أساسا الذات الخاصة بنا وهي خلال 14 قرن أو 16 قرن، ووصف ما كان صفة عامة لاكتشافه في مختلف المجالات، معنى عطاؤنا في المستوى المنهجي يجب أن يقرأ أن يعرف. هذه مشكلة لم نقم بها ولكنها ضرورية. ثم بعد ذلك هذا كان اتجاه عمودي، هناك اتجاه أفقي الآن، هو في اللحظة الحاضرة ينبغي أن نستوعب، حتى استعملت اللفظة يعني نكتشف نستوعب ما لدى غير الذات بلغاتها الأصلية أساسا، ليس فقط غيب المترجمات، ذلك لا يغني الغناء المطلوب، تحدث مشاكل. فإذا نستوعب الموجود الآن بعد أن استوعبنا ما مضى، ولكن في إطار الخصوصية الحضارية نستطيع وفق الحاجات الكبرى للأمة كما تظهر الآن وحاجات التخصصات المختلفة، نستطيع أن نقترح المنهج المناسب. السلام عليكم ورحمة الله. سلمان القاسمي من جامعة أم القرى. الشيخ، هل لكم مجهود في تحرير المصطلح القرآني بالقرآن؟ تحريره بالقرآن، تحرير المصطلح القرآني
باستخدام القرآن. المهم لا نتكلم نحن، لا سبيل لنا إلا القرآن. طيب، استعمال المادة القرآنية في تحرير المصطلح القرآني. تأتي المادة، طبعا المادة القرآنية، الألفاظ، الآيات بصفة عامة، تأتي على أنها هي المادة التي يوجد فيها هذا اللفظ الذي نتعامل معه على أنه مصطلح. طبعا ليست الألفاظ القرآنية ليست كلها مصطلحات. الذي يفرق بين هذا وهذا وهذا، سبق في نحو معجم مفهومي للمصطلحات القرآنية المعرفة في ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلو في مجمع الملك فهد منذ سنوات، أن ألفاظ المعاني، ألفاظ المعاني، ألفاظ الدوات هذه لتنينا، ألفاظ الحروف، الأدوات هذه كلها ما في مجال المصطلح، ليست هذه المقصودة. المقصود هو الألفاظ الحاملة لمضامين ذات أثر في الرؤية الشاملة لهذا الدين. هذه هي التي تعنينا، لأن هذه الألفاظ هي التي ينبغي أن نتمكن من مفهومها. طيب، عندما تريد دراستها، يعني عندما نريد دراستها بصفة عامة، نضطر إلى استعمال منهج ما نختاره نحن بالنسبة إلينا الذي جرب فصح عندنا، وهذا الذي نسميه بمنهج الدراسة المصطلحية، وله نظامه الخاص في استنباط الدلالة الخاصة من جزئيات، يعني النصوص، من جزئيات الاستعمال اللفظ، وهو يدور في نصوص متعددة، بدراسة كل نص على حدة وتقطير ما يتعلق فيه بالمصطلح الذي يبحث عن مفهومه، تستخرج من هذا النص سيمة من السمات، ومن هذا تستخرج سمتان، ومن الآخر، ومن واحد لا نجد أي شيء لا يفيدنا فيما نحن نريد، فيما نحن سائرون إليه، لأن آخر أفاد ذلك، فبعضه يؤكد بعضه إلى غير ذلك. في النتيجة نجمع كل ذلك لنحصل في الأخير بعد أمور أخرى فيها كلام كثير، نحصل على التعريف الذي به نستطيع الدخول إلى عالم هذا اللفظ ضمن النسق الذي هو فيه، النسق الصغير، ومع استمرار الدراسة يعني يطمح في النسق. نحن نحلم يوما ما بشيء اسمه النسق الكلي للقرآن الكريم. سيدي الكريم، سأعطي مثلا. مرحبا. لفظة سماء. أيوه. لفظة سماء في القرآن الكريم وجدت أنها في إحدى معانيها، في إحدى معانيها تحمل احتمالا أنها تطلق على غلاف الذرة، وهي أصغر ما يعرفونه من مكونات المادة، واستغرقت الآيات التي تذكر لفظة سماء، فوجدت أن بعضها منكرا غامضا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، سبع طباق، وهناك يذكر رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ويذكر السماوات العلى معناها في سماوات دنيا، فوجدت أن هناك مفاتيح لبعض العلوم الدنيوية فتحت من هذه اللفظة سماء، وضبط أو بالأحرى تركيب المصطلحات، أنا مهندس بالمناسبة، المصطلحات الهندسية
التظبيط على المصطلحات اللغوية لفهم المعاني المشتركة بينها يفتح آفاق واسعة جدا. هل لكم في هذا المجال عمل؟ هل فيه قول؟ أولا العمل، نحن يعني نحرص على أن يتولى الكلام في أي مجال المختصون فيه. نحن نعطيهم فقط المنهج، الصناعة كيف يعني ماذا يستعمل، كأنه الآلة التي تقوم بجهاد مثلا آلة فحص الدم، تحلل تحط تضع فيها القدر من الدم وهي تخرج منه كم عدد الكريات البيضاء، كم عدد الكريات الحمراء، كم كذا إلى غير ذلك. هذه واحدة. ثانية، أن الجواب الذي نطمئن إليه فيما يتعلق بالألفاظ القرآنية لا نستطيعه الآن، والسبب أن وضعنا هدفا سميناه بالمعجم المفهومي للقرآن لمصطلحات القرآن الكريم، المعجم المفهومي لمصطلحات القرآن الكريم. هذا تصور قائم له، ولكن إمكان لإنجازه الآن ما زال لم يتيسر، لا أطرا ولا مالا، هذا واقع. ولكنه نحسب أنه سيحسم بنسبة عالية في عدد من المفاهيم إن شاء الله تعالى، وسيضع بين أيدينا شيئا يخالف ما كان في المفردات للراغب الإصفهاني، يخالف يعني يخالف ما جاء بعد عند الفراهي، ما جاء بعد من باب أولى وأحرى عند مجمع اللغة العربية بالقاهرة، يعني مختلف جدا، مختلف جدا، لأن الطريقة التي تستعمل للوصول. أما تعليقي على مسألة السماء، فهذه يعني نخشى كثيرا من إذا جاء صاحب تخصص علمي أي تخصص وجاء بمفهوم من تخصصه لينظر به إلى ألفاظ قرآنية، وفعلا قد يعطيه أحيانا طرائف، ولكن أحيانا قد يوقعه في في هوة صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم رياض قوام كلية اللغة العربية، حياكم الله وبياكم، وسعدنا كثيرا حقيقة بهذا اللقاء الطيب وبهذه القضايا العلمية التي تبعث على الأسئلة الكثيرة، لكن سأعقب تعقيبا على سبيل التفسير والسؤال. شيخ ابن الكريم، هل شعرتم من خلال عملكم بأنكم خرجتم عن مصطلح المصطلح؟ استعمال المصطلح يعني كما ذكرتم هو مفتاح حقيقة، لكن هذا المفتاح أنا لا أستطيع الوصول إليه إلا بعد كما تفضلتم بأن أقتل القديم درسا وفهمه. فكيف يتم الانطلاق من المصطلح إلى الفهم؟ يعني أولا الدرس القديم هو الفهم، ثم وجود المصطلح، فكيف نقلب القضية ويصبح المصطلح هو المفتاح، خاصة أنه تكوين الطالب. ولاحظت يعني من خلال ما تفضلتم به أن تحرير المصطلح هو كأنه التفسير عند القدماء أو بيان المعنى، ولذلك اختلط بالمصطلح المعجم العربي. فتساءلت الحقيقة الآن أنه هل خرجتم عن مصطلح الاصطلاح من خلال عملكم؟ هذا هو سياقكم، وأشكركم كثيرا. ما خرجنا ولا دخلنا، بقينا حيث نحن. المصطلح خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. الدكتور الشيخ عبد العزيز في المصطلح، أتمنى أنه توضح لنا تعريفا للمصطلح،
بالضبط، وهذا الذي أنا أفكر فيه. خيرا إن شاء الله. بالضبط، ما هو المصطلح؟ هذه النقطة مدروسة في هذا البحث بوفاء. ولكن للتقريب، للتقريب كل لفظين بيقول اللفظ، احنا دخلنا في اللغة، اذا هو لفظ لغوي آلي. كل لفظين سمى مفهوما معينا في علم خاص، في علم معين. كل لفظين سمى مفهوما معينا في علم معين او في تخصص معين، يعني أنا نقول الآن في علم معين بس لنستريح، فهو مصطلح تواضع عليه الناس شيخنا العلماء. التواضع ده بس، التواضع له ثلاثة مستويات. في زماننا هذا التواضع هو أساسا للمجامع، كهذا المجمع المبارك يمكن أن يجمع رجاله ليصطلحوا ويتفقوا على أن المراد من كذا ينبغي أن يكون كذا، تم الاصطلاح على هذا والاختصاص المعين تواضعوا عليه. المعنى الثاني هو ما كان خلال التاريخ قبل أن تكون هذه المجامع، ما الذي كان يحدث، وهذا أيضا شيء مدروس. يعني أحسب أنه قيل فيه كلام ربما ما أدري كيف، هو مسألة مرحلة يمر المصطلح بمراحل. مرحلة الأولى أسميتها بمرحلة الاقتراح، يولد للباحث بين قوسين للعالم في تخصص معين، يولد له مفهوم جديد فيحتاج إلى تسميته فيقترح له اسما، ومن حق من ولد أن يسمي. وهذا الذي لا مشاهدة فيه. بلتي بلتي انتظر، ما زلت لم أتم، نحن في وسط المرحلة الثانية. مفاجأة هي في الثالثة، مرحلة الاقتراح. ثم يعني مرحلة نسيت الآن كيف أسميتها، ولكن هي حينما يلقى به في حلبة الاستعمال بصفة عامة. ثم مرحلة أخيرة هي عندما يتلقاه جمهور الاختصاص بالقبول، فيستقر مفهومه إذاك ويصبح مصطلحا كاملا اصطلاحيا بلغ أشده يعني واستوى. وهذا في كل العلوم شيخنا؟ معذرة معذرة، هديت لها. لكن حرصت على ألا يسلب اللفظ الاصطلاحي، ألا يسلب مصطلحيته وهو في المراحل الصغرى. وأتيت بمثال، قلت الطفل عندما يولد يكون يولد ظهر إنسانا وسميناه فلان، ولد من مرحلة الولادة حتى مرحلة البلوغ لا يخرج عن نطاق الآدمية، ولكنه يسمى طفلا، يسمى كذا يعني يافعا ذلك بالغا إلى آخره. كذلك المصطلح لا نستطيع، لأن العالم الذي وفقه الله عز وجل وتبين شيئا ما في علم ما وظهر له ولم يكن قبل فسماه باسم ما، إذا جاء معاصره وتلقوا ذلك وألقى الكلام دخل في حلبة الاستعمال، إذا راج وتلقاه الناس بالقبول صار تمام استوى وأصبح مصطلح. هل يعني ذلك أنه سيبقى بذلك المفهوم دائما؟ لا، ليس ضرورة. يعني يكاد يكون استقرار المصطلح العادي دليلا على
على نوع من 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 ضعف العقل لدى أهل ذلك الاختصاص، أنه لم يظهر فيهم النبوغ الذي يجعلهم يطورون مفاهيم المصطلحات عبر التاريخ. ما علينا، هذا أمر آخر. نعود إلى المرحلة الثالثة. ما هي المرحلة الثالثة؟ عفوا، النوع الثالث غير مألوف هذا بالتأكيد، وهذا هو سبب إطلاق لفظ المصطلح القرآني، هو هذا الاستعمال الثالث. استعمال الثالث هو أن المصطلح يكون لفظا في مرحلة الاقتراح، يعني مصطلحا في مرحلة الاقتراح من مؤسس لمذهب ما، لمدرسة ما، إلى غير ذلك. مباشرة بعد ذلك لشيوع وانتشار تلك المدرسة وقوة كلام المؤسس فيها، تلقائيا تصبح تلك الألفاظ مصطلحات مفروغ منها ولم يصطلح معه أحد عليها، وأصبحت هي الأساس. قلت إذا كان الشيوعية مثلا مصطلح الوجودي يرجع فيه إلى كارل ماركس، عفوا إلى جون بول سارتر، أو المصطلح الماركسي إلى كارل ماركس، أو إلى وهكذا بصفة عامة، مؤسس المذاهب عموما يؤسسون المصطلح أيضا، يؤسسون، والذين يأتون بعدهم إنما يروجونه، لا يتفقون معه وإنما يروجون. هل هناك تأسيس في مجال المفاهيم يصل إلى مستوى القرآن الكريم؟ مستحيل. الله جل جلاله سمى مفهوم هذا الزكاة، سمى هذا الصلاة، سمى هذه التسميات غير قابلة لنهائي النقاش. طيب، لأن المصطلح في هذا المستوى يخرج عن مصطلحيته عن المألوف فيما يقول الناس في المصطلح. الناس يعتبرون أنه لا يسمى مصطلحا حتى يصطلح عليه الناس ويتفقوا عليه. أقول هذا في زماننا يعني مفهوم، لكن قبل لا يفهم إلا بعد الرواج، ولكن في تأسيس المذاهب تلقائيا يكون المصطلح، مع العلم أن علماءنا استعملوا كثيرا لفظ الاصطلاح للشخص الواحد، قل وفي اصطلاح خليل كذا كذا كذا، وفي اصطلاح فلان كذا كذا كذا، بهذه العبارة، والنصوص موجودة. فإذا يعني خصص شخص يعني اسما معينا لمفهوم معين عرف هو به، هو يعبر كذا، فذلك المفهوم الخاص به يعتبر مصطلح، يعني اللفظ الذي يسميه يعتبر مصطلحا خاصا به ويسمى مصطلحا، هذا المقصود، ويقال في اصطلاح فلان ولم يتفق أحد معه. هذا نصف ساعة قضاء أستاذ ولا مازال؟ شيخنا شكر الله للشيخ العلامة الأستاذ الدكتور الشاهد بن محمد البوشيخي. الآن نأخذ من وقتكم فقط دقيقتين. معنا الأستاذ الدكتور مصطفى فضيل، فقط المدير التنفيذي لمؤسسة مبدع وصاحب دراسة مصطلحية لمفهوم العلم في القرآن والحديث الشريف، يعرف فقط بمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم في دقيقتين فقط لو سمحت دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على جامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم. نحن سعداء بالتفسير الكريم في رمضان. هذه ثمرة من ثمرات مؤسسة البحوث والدراسات العلمية المبدعة التي يرأسها أستاذنا الدكتور الشاهد البوشيخي وهو الأمين العام. هذا القرص اشتغلنا فيه 5 سنوات، وهو جامع لمئة تفسير تمثل مختلف القرون ومختلف الأماكن في العالم العربي والإسلامي ومختلف المذاهب، فيه 30 تصنيفا، ومن أهم ما يميزه الترتيب التاريخي، فهو يمكنك من قراءة أي آية من القرآن الكريم في 100 تفسير في شاشة واحدة متتابعة.
فهذا العمل يعني نحسب ان شاء الله تعالى انه سيمكن الباحثين وغير الباحثين من المهتمين بالاطلاع على تاريخ التفسير من خلال كل آية من القرآن الكريم. وهو متاح على موقع مبدع في الشابكة للتحميل والاستفادة. وأسألكم أيضا عند الاطلاع عليه لمن طلع عليه واهتم به أن يسجل أي ملحوظة سواء كانت علمية أم تقنية لنستفيد منها في إصدار ثاني إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. هذا من حق المجمع. شيخنا أخذ المجمع على عاتقه أنه كل ضيف يفيد إلينا أنه نقدم له هدية رمزية، فتفضل لدينا هنا عشان نذهب بعد ذلك إلى العشاء. تفضل. وأيضا عندنا لدينا شهادة شكر. صور واحد. شوف هذه. ما شاء الله، وهذه مفاجأة، أخذنا شهادة هذا اليوم. نحن نشرف بها، نشرف بكم ونشرف بأنكم ونسلمكم هذه الشهادة. ما شاء الله، هذه مشروع المجمع. الله يسلمك خير، بارك الله فيك. كيف